هذا البرنامج برعاية لو سمحت، عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمر. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز. وانتاجها يبرق في كل شارع، ده المصر دايما فنان وبارع، قادر يوفر قوتنا وزادنا. فاسواقنا مالية، مشرعنا ضخم ومكاسبها غالية، حالفين هنكتب قصة نجاحنا. سمرة يا سمرة يا سمرة. فريق برنامج الثمرة يواصل رحلاته بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على النماذج الناجحة لجميع المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجن. ودلوقتي هنروح في زيارة لمحافظة الإسكندرية بمدينة برج العرب، هناك هنزور واحدة من النماذج الناجحة لمزارع إنتاج الألبان من سلالة الجاموس البلدي لصاحبها عبد الحميد غنيم، صاحب مصنع غنيم لمنتجات الألبان، حاجة محترمة للحفاظ على السلالة المصرية من الجاموس البلدي. وكمان شفنا عملية توريد ألبان عالية الجودة من المزرعة لمصنع غنيم، يعني منتجات الألبان من المزرعة للمستهلك. وشفنا بمزرعة غنيم لإنتاج الألبان الاهتمام بسلالة الجاموس المصري من خلال عمل برامج تغذية على العشب الطبيعي. أستاذ محمد رجب، مدير مزرعة غنيم جرين فارم ببرج العرب الإسكندرية، أهلا بك. أهلا بحضرتك فندم.
احنا النهارده شايفين نماذج محترمه دي للسلالات الابقار الحلاب والجاموس البلدي بمزرعه غنيمه. البدايه بقى كانت هنا ازاي؟ اشرح لنا نشاط الشركه، اشرح لنا المزرعه فيها قد ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه النشاط عموما احنا من اقدم مصنعي الاجبان في مصر من عام 1900. بدايه كان في معمل صغير في المنوفيه، وابتدى بعد كده ان يتفتح منفذ في اسكندريه، وبعد كده ابتدى الامور طبعا تتطور والمشروع ابتدى يكبر، فتعمل مصنع كبير ومركز تجميع البان باسم شركه تشيزنباير، او هو المصنع يعني اللي هو باسمه الشركه، موجود في المنوفيه حاليا في المنطقه الصناعيه. المزرعه هنا تم انشاء من حوالي 10 سنين. جربنا سلالات كتيره، ولكن هنبدا من الاخر ان احنا ركزنا اكتر على الجاموس البلدي. وجربنا طبعا سلالات كتيره جدا، ولكن كان التركيز دلوقتي على الجاموس البلدي والتغذيه بتاعته، التغذيه اللي هي الطبيعيه او التغذيه العشبيه، بعيدا عن العلف البديل، يعني دوره صحيه كامله. الانتاج بتاعنا بيخرج من المزرعه بيوصل لمركز تجميع الابان او المصنع بتاعنا اللي في المنوفيه، وبعد كده بيبتدي ان هو يعني يتصنع ويتوزع على المنافذ. ده كده المشروع يعني بصوره مصغره جدا شرحته، او بصوره سريعه جدا. هنا في المزرعه شايف كده مركز تجميع البان لسه هيبدا، او محلب. التركيز الاول كان على التسمين، يعني بنركزين شويه في التسمين. دلوقتي ابتدى ان احنا نركز اكتر على الجاموس الحلاب، عشان طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا من مصنعين، يعني الحمد لله بنصنع جميع انواع الاجبان من سنين، فطبعا انتاجنا لازم يكون بنعمل الدوره بتاعته كامله، وتبقى حاجه صحيه للمواطن يقدر يتعامل فيها، وتبقى حاجه نموذج يحتذى به مع للناس كلها. بالنسبه للتعامل مع الجاموس البلدي بالنسبه للتلقيح الصناعي، وفي تلقيح صناعي ولا تلقيح عادي؟ لا، تلقيح اللي هو التلقيح الطبيعي. بصراحه وزاره الزراعه متعاونين جدا، يعني بتعامل مع مديريه الزراعه اللي موجوده عندنا في محطه مصر، يعني بصراحه محترمين جدا ومتعاونين جدا، سواء في اي معلومه، سواء في اي ورق يعني بيتطلب، او اي ما يعني اي حاجه احنا ممكن من اي استشاره بنقدر ان احنا نستشيرهم فيها، ما بيتاخروش علينا خالص. يعني بالنسبه هنا للسلالات الابقار، هنا ايه بقى عندنا سلالات؟ سلالات الابقار احنا دلوقتي مركزين على الهولشتاين الحلاب. بالظبط، ولكن انا زي ما قلت لحضرتك هو الاكثر اللي هو الجاموس، على اساس ان هو الجاموس طبعا هو اللي يعني بيكون في انتاجيته، احنا بنستخدم انتاجه اكتر عندنا في كل التغذيه المصنع. هنا علف طبيعي، علف طبيعي، او بنبعد عن العلف البديل تماما. يعني احنا المرحله الجايه هنا في التوسعات هتكون ازاي ان شاء الله؟ توسعاته ان شاء الله بنزود في يعني المحلب نفسه هيكون اكبر من كده، بنزود في عدد الرؤوس الحلابه عشان نزود طبعا الانتاجيه، لان احنا عندنا المصنع بيحتاج كميه لبن كبيره جدا زي ما قلت لحضرتك، عشان ده مركز تجميع البان، فبالتالي محتاجين كميه كبيره جدا من الالبان. بالنسبه للنقل بقى المنتجات الالبان هنا من هنا للمنوفيه، يعني انت بتنقل من هنا؟ لينا سياراتنا طبعا، السيارات بتاعتنا موجوده، بتنقل بشبه يعني بشكل يومي من المزرعه للمصنع، وبالتبعيه طبعا بتنقل المنافذ او بيتم التصنيع للتصنيع المنتج كمان، الى جانب الرعايه الطبيه الدائمه للحفاظ على الحاله الصحيه السليمه للمزرعه. وكمان شفنا بالمزرعه سلاله الابقار الهولشتاين الامريكيه والالمانيه. النهارده وزاره الزراعه بتقوم بمشروع التحسين الوراثي لسلالة الجاموس والأبقار البلدية، ووضع خريطة واقعية للمشاكل اللي بتواجه السلالات المصرية من الجاموس والأبقار لرفع كفاءة الإنتاج الحيواني في مصر وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان. المهندس محمد شلبي مسؤول التغذية بمزرعة غنيم، أهلا بك. أهلا بحضرتك، شرفتنا. قول لنا بقى، انا هنا بالنسبه للجاموس البلدي هنا بيتم التعامل ازاي معاه؟ احنا هنا بنعامل الجاموس بطريقه التغذيه العشبيه، وهو ان احنا بنغذيهم على اعشاب معينه زي الشعير المستنبت، برسيم، بعض من الادبان. يعني طبعا ده بيأثر على جوده اللبن، فان الحيوان بياخد الحاجه من مصدر طبيعي،
عن الاكساب بقى اللي هي ممكن تبقى فيها نسبه المركزات عاليه، وان اللي هي بتبقى العلف اللي موجود دوت ممكن يبقى فيه حاجات مضره او مواد مضره، مضادات سموم او الحاجات اللي زي ديت. بس احنا بنعتمد هنا كمان في المزرعه بتاعتنا على ان احنا نعيش الجاموسه حياه طبيعيه، يعني تعيش بالطبيعه بتاعتها كانها موجوده بره في البريه. لان عمليه انتاج اللبن اساسا عمليه هرمونيه في الاول في الاخر، يعني المسؤول عن انتاج اللبن هرمونات، منهم هرمون مثلا اسمه الاكسيتوسين. الاكسيتوسين دوت هرمون موجود فينا احنا كمان كبني ادمين او في الثدييات عامه، هو هرمون السعاده او لما الام بتفرزه لما بتحضن مثلا ابنها او كده. فعلشان كده احنا هنا بنعتمد ان احنا نوصلهم لدرجه من الرفاهيه بان هم يجيبوا لبن بتاعهم بكل حب. يعني احنا بنخرجهم في الطبيعه، بالنسبه للحيوانات الترفيه هو الطبيعه بتاعته لو يكون موجود فيها. ساعات مثلا بعض الاوقات لما الجو حر بنطلعهم نحميهم في فرش معينه كده بيتعملهم تطمير، لو حضرتك تسمع عن التطمير. كل ده بينشط الدوره الدمويه وبيخليهم مفيش، بيبعد عنهم الاستريس. اليوم بيبدا ان احنا اساسا بنحلب مرتين، 6 الصبح و6 بالليل. فاليوم بيبدا معانا من الساعه 5 الصبح، العمال بتبدا تجهز المحلب. الانتاجيه للجاموسه 15 كيلو يوميا متوزعه على حلبتين. ودوت طبعا زاد معانا مع الوقت، يعني اول ما بدانا كان اقل من كده، كان حوالي مثلا 10 كيلو او 10 كيلو 11 كيلو بالكتير. لكن مع الاهتمام بالتغذيه والرعايه الصحيحه والانتظام في مواعيد الحليب ادى ان هو زود معانا، وان شاء الله الفتره الجايه هيزيد اكتر بامر الله. تمام. بعد ما تدخل المحلب بقى ترجع تاني للحظيره؟ بترجع الحظيره تلاقي اكل وتلاقي المكان بتاعها، لو هي لو قاعده في الحظيره بيبقى بتنظف. ده غير ان هي في نص اليوم بقى في زي بريك كده بتطلع بيه في الطبيعه، بتاكل بقى من البرسيم اللي موجود في الارض وبتشم هواء زي المزرعه نموذجيه. دي الاول مره يعني هنا في برج العرب صح؟ أيوة. بالنسبه للجاموس للجاموس والجراس فيد كمان التغذيه العشبيه. بالنسبه للابقار هنا عندنا سلالات ايه؟ احنا عندنا هنا ابقار هولشتاين. التغذيه بتاعتهم بتبقى مجموعه من الاعلاف، العلفه المركزه يعني، وبرده نفس الكلام ساعات بيطلعوا بياخدوا وقت بتاعهم في البرسيم او اي حاجه احنا زارعينها مثلا في الارض، وبرده الحاجات الشعير المستنبت والتغذيه العشبيه يعني. اتكلمنا عن البقره هنا اللي محجوره لوحديها كده في مكان منعزل لوحديها. ايوه دي اسمها مساعد. بقرة اسمها مساعد. اسمها مساعد ليه بقى؟ علشان هي اساسا بنستخدمها في الرضاعه، بترضع العجول الصغيره. ساعات احنا بنعمل مثلا دورات تسمين فبنجيب عجول صغيره لسه بترضع، طبعا ما عاش امهاتها، فهي بندخلها عليها، هي بتاخدهم بكل حنيه يعني وبترضعهم معاها. ده غير كمان ان هي مساعد ليه؟ لان المزرعه بتاعتنا دي يعتبر ايقونه بتاعتنا، من اقدم الحيوانات هنا اللي موجوده. ده غير كمان ان هي الصوره بتاعتها بتستخدم لغايه دلوقتي في الدعايه بتاعت المزرعه. تمام. بالنسبه لي اللي هي متجوزه بقى ولا لا؟ هي في الطلوقه بتاعها اسمه بلال، ده موجود هنا بره عندنا، ده برضو هولشتاين. هي مبدئيا السلاله بتاعتها بلدي، خليط يعني، خليط ما بين البلدي والهولشتاين. تمام. هي دي بترضع جاموس يعني؟ بترضع اي حاجه يعني. حضرتك لو عندنا مثلا جاموس وانا عايز استفيد باللبن الجاموسي، ببدا احلب اللبن بتاعها وارضع بيه العجول الجاموسي. او لو انا جايب عجول تسمين بقر بدخلهم عليها برضو بترضعهم. طب يومها ازاي بقى؟ قول لي بقى، البقره المساعده دي يومها بيبدا ازاي؟ كلمنا على الحظيره بتاعتها الخاصه. دي الحظيره بتاعتها في حوض المايه بتاعها مخصوص ليها وفيها الاكل بتاعها. ده غير ان هي مثلا من فترات بنحط لها حاجه كده اسمها تريت، ده اللي هو بطاطا بطاطس اي حاجه فيها نشويات سكريات بتعلي يعني، دي بتبقى زي ايه مكافاه ليها مثلا لو اللبن بتاعها على او كده. ده غير ان احنا بنهتم بالمكررات بتاعتها بقى، الاحتياجات الغذائيه بتاعتها بتاخدها تبعا طبعا للحاله بتاعتها. لو هي بترضع عجول بنزود لها شويه مكررات، الاضرار بتاعها بنتابع الاضرار وبناء على الاضرار بنبدا نحط المكررات التغذيه بتاعتها يعني. وبتاخد برده جوله بتاعتها كل يوم، تطلع وتتفتح لها العنبر بتاعها وتطلع تتمشى وتقعد هنا وكده. لما بترضع مثلا عجل جاموس انت بتتابعها، الحاله بيكون ازاي بتاعتها بقى؟ عادي والله، بتبقى واقفه ما بتعملش اي حاجه يعني. الاول بتبقى ممكن تبقى ايه مستغربه الموضوع شويه، واحده مع واحده بنبدا نوقفهم احنا والعمال بتبقى كويسه. تمام. وساعات بنحلبها وبزازه بقى، نرد على العجول بزازه. تمام. المتابعه لام السعد بتبقى يوميه صح؟ طبعا يوميه. تمام. هي بتاكل اكلها بيتحط على مرتين في اليوم، ما بينهم في النص زي وجبه غدا كده بتبقى في البرسيم هنا، تطلع تتمشى تاكل عشب يعني اعشاب. عايزين مساعدة في كل مزرعة بقى ان شاء الله. طبعا لازم يبقى فيه مساعد.
دكتور هيدا السرسي وكيل إدارة الإنتاج الحيواني التابع لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة بإسكندرية. أهلا بك. أهلا بحضراتكم في إسكندرية. عايزين نعرف بقى إحنا بنتوسع هنا في سلالة الجاموس البلدي. أنا لو دلوقتي مثلا مربي أو مستثمر عايز أتقدم على رخصة الجاموس البلدي، إحنا يتقدم فين بقى؟ طبعا اتجاهات الدولة حاليا هنا وخصوصا هنا في إسكندرية إن إحنا نتوسع في سلالة الجاموس البلدي، تحسين الوراثي للجاموس البلدي لزيادة معدلات الإنتاج من الألبان. لينا قرارات إن إحنا نرخص المزارع الخاصة بالجاموس البلدي، بيتوجه المواطن لأي مواطن عنده مزرعة بيتوجه لأقرب إدارة زراعية له أو للإدارة الزراعية أو في الموجودة في محطة مصر عندنا مديرية الزراعة، بيجيب كل المستندات المطلوبة منه. المستندات المطلوبة منه هي مستند الملكية، وده أهم حاجة من الحاجات. تاني حاجة إيصال الخدمات، إيصال الخدمات بيكون قبل 2017، إيصال بعد أو إيصال سواء كهرباء أو مية. بعد كده بيجي سواء كان عنده سجل تجاري أو بطاقة ضريبية، ما عندهوش مفيش مشكلة لأن المشاريع الزراعية معفية من الضرائب لمدة 10 سنوات كاملة. بيتقدم بيها لينا، بنبدأ نعمله معاينة، نبدأ المصاريف بتاعة المعاينة 106 جنيه، بياخدها الطب البيطري، بيطلع معانا بالاشتراك معانا، بنعمل المعاينة سواء كان عدد الحظائر الموجودة عنده، المساحات، سواء كان في حلاب أو تسمين، سواء كان عنده حلاب بس ما فيش مشكلة. بعد كده بتطلع اللجنة بتحسب له المساحات الموجودة، كل 300 متر ب 300 جنيه، أي متر زيادة ب 20 قرش. بيطلع له ترخيص في خلال 15 يوم من قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه، بيستلمه المواطن يتوجه به لاي مكان سواء البنك او سواء المراكز تجميع الالبان لو هو مرخص عشان يكون يقدروا ياخدوا منه الالبان المجمعه. نفس الاجراءات بتنطبق على برضو عجول التسمين الجاموس صح؟ الاجراءات بتاعتنا سواء كان التسمين الحلاب الجاموس الحلاب او الابقار او الابقار او الجاموس التسمين كلها نفسها هي واحده لاجراءات ترخيص التشغيل. تمام. انا شايف هنا في اسكندريه في لجان متابعه بقى على مزارع الجاموس الحلاب. تمام. احنا بننزل هنا كل شهر على كل المزارع الموجوده عندنا، بنلف بنعمل رقابه، لو في اي مشكله عند اي مواطن بنبدا نرفعها لقطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه، بنوجهه، ولو في اي مشكله معاه مع القروض مع البنك نبدا نحلها، ونبدا بعد كده ان احنا نتابع معاه لو في مشاكل بيطريه بنوجهه لمديريه الطب البيطري علشان يحلوها معاه. احنا اخبرنا ايه بننسق ازاي مع مديرية الطب البيطري هنا في اسكندريه؟ لا الحمد لله هنا هم بيشتغلوا معانا بشكل متوازي، احنا بنوجه لهم واحنا في حاله واحنا بنلف او في حاله ان احنا عندنا اي مشكله او بؤره وبائيه في اي مكان بنبلغ فورا مديرية الطب البيطري، بحيث ان هم ينزلوا بيعملوا لجنه يغلقوا المكان دوت لحين معالجته وحين بعد كده ان هم يبلغوا هيئه العامه للخدمات البيطريه بالموضوع ده. تمام. احنا عندنا حصر هنا بالمزارع الجاموس البلدي والعجول التسمين هنا في برج العرب مش كتير، اغلب الجاموس البلدي للحلاب غالبا بتكون اتجاهها ناحيه المعموره او خرشد. هنا في برج العرب اغلبها تسمين بس مش حلو. تمام. انت شايفه سلاله الجاموس البلدي طبعا ليها اهميه كبيره، تقول ايه بقى للمربيين بقى والمستثمرين ان يدخلوا في المشروع ده؟ هو انا توجه الدوله حاليا سياده الرئيس وسياده الوزير ان هم بيتوجهوا للمشاريع دلوقتي لتحسين الوراثي لسلاله الجاموس البلدي الموجوده عندنا، بتتحمل الظروف البيئيه، بتتحمل المناخ، تحمل الطبيعه لحين عشان يرفعوا انتاج معدلات انتاج اللبن. فانا بشجعهم ان هم اصلا المفروض يعملوا المزارع او بمعنى اصح يتوسعوا في انشاء المزارع الخاصه بالجاموس الحلب. المهندس محمود زايد مدير إدارة الإنتاج الحيواني بالإسكندرية التابع لقطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أهلا بك. أهلا وسهلا بك، شرفتونا. للمرة الثانية أنتوا عاملين شغل حلو هنا في إسكندرية، بالنسبة إيه بقى للمشروعات اللي عندنا هنا؟ الأول شرفتونا، مرحبا بقناة مصر الزراعية هنا في إسكندرية. بنتوسم فيك الخير يعني أنتوا نقولوا صورة حية من جميع المزارع، وبنشكر مجهوداتكم على التغطية اللي بتعملوها. بالنسبة عندنا هنا مش في إسكندرية بس، في جمهورية مصر العربية في نهضة في تنمية الثروة الحيوانية. ماشي طبعا تنفيذ التعاملات القضائيه السياسيه، ماشي المسؤول عنها قطاع تنميه الثروه الحيوانيه، فعاملين مشاريع كويسه جدا خاصه للمربي الصغير. اول مشروع عندنا مشروع البتيلو. اول حاجه لازم الناس تفهم ايه الفرق بين البتيلو والمشاريع العاديه. تاني البتيلو الناس كانت زمان بتذبح العجول، البتيلو وزن 100 كيلو 120 كيلو، طبعا لما يجي يصف مش هيصف 40 كيلو. طبعا احنا عندنا نسبه عجز تصل مثلا ل 40% او اكتر، ماشي بالنسبه للحمى الحمراء. فمشروع البتيلو ده
طبعا سد فجوه كبيره جدا، ممكن الناس مش واخده بالها من دلوقتي بس هيبان قدام. طبعا العجل دلوقتي بقى بيجي يتباع بوزن ذبح 400 كيلو 450 كيلو فما فوق، فطبعا بقى بيصفي من 250 كيلو ل 270 كيلو، ففي فرق من 50 ل 270، فطبعا بتعمل بتسد فجوه كبيره يعني بالنسبه للحمر الحمر. ماشي. والمشروع البتيلو ده اصلا معمول للناس الصغيره، بالنسبه لنا البتيلو في بتيلو محلي وفي بتيلو مستورد. البتيلو المحلي التمويل بتاعه 15000 جنيه، 10000 جنيه تمن العجل، 5000 جنيه تغذيه، الفائده بتاعته 5% متناقصه. اول خطوه بيقول بها المواطن بيروح بها للبنك الزراعي بيقدم له يقول له انا عايز قرض بتيلو، تمام. بعد كده البنك الزراعي بيبعت لنا استماره ثلاثيه عشان نعمل عليها معاينه احنا والطب البيطري والبنك. الموضوع ده ما بيستغرقش مثلا اسبوع بتبقى المعاينه خلصان، تمام. ماشي. طبعا 5% متناقصه معناها برضو ان لو هو لا سدد قبل السنه يبقى مثلا لو سدد في خلال 6 شهور يبقى 2.5%، لو في 8 شهور يبقى 3 مثلا ونص 3.2%، معنى كده 5% متناقصه. ده بالنسبه للبتيلو المحلي. بالنسبه لترخيص الابقار الحلاب هنا عندنا اخبارها؟ بس احنا بالنسبه لنا في ترخيص حلاب وترخيص تسمين، وفي الاثنين مع بعض. الحلاب بيشمل جاموس ويشمل بقر، ماشي تمام. ده بالنسبه للمزارع عندنا يعني. تمام. اخبارنا ايه بالنسبه لمصانع العلف هنا سواء للدواجن او بس احنا عندنا 26 مصنع مرخص واربعه او خمسه غير مرخصين، غير مرخصين لاسباب بيركب خط جديد بيعدل مش عارف ايه الكلام ده كله، جهز اوراقه. ده بالنسبه لنا. طبعا في مصنع ممكن يبقى فيه اكتر من خط، في خط دواجن، خط علف، في خط اسماك، تمام. فاحنا عندنا 26 وملتزمين وعليهم رقابه بتيجي من الوزاره، ماشي، غير الرقابه بتاعتنا احنا. في رقابه بتيجي من وزاره القطاع مع المركز الاقليمي للغذاء والعلاف، ده مرور، غير مرور من مكتب الوزير نفسه، بينزل مكتب الوزير فجائي برضه بالاشتراك معانا كمدير الزراعه، بيمر برضه واي ملاحظات بيتكلم عليها ويجي يمر عليها تاني بعد شهر او اتنين، يديله فرصه ان هو يعدل من وضعه ويجي متابعه. غير بقى المتابعه بتاع الجهات السياديه سواء شرطه مسطحات بمعرفتنا برضه، في جهاز في شرطه التموين دي مع نفسها بتنزل لوحدها لاي حاجات من المصانع ديت يعني، فالرقابه مشدده على المصانع ديت. تمام يعني. بالنسبه للمشاريع الثانيه زي مشاريع البط، مشاريع النحل، بص احنا عندنا في اسكندريه لان النحل ده اصلا مشروع جديد، احنا عندنا منحلين بس هم المرخصين، ماشي، وبنسعى ان هو يبقى اكتر، ان تبقى في مناحل كتير مرخصه عندنا ان شاء الله. بالنسبه للبط عندنا اكتر من 6 أو 7 مزارع امهات بط مرخصين عندنا سواء برج العرب، العامريه، المعموره، فعندنا مزارع مرخصه ان شاء الله رب العالمين. تمام. بالنسبه للخيول بقى عندكم هنا مزارع خيول كتير؟ عندنا مزارع خيول منهم 2 مرخصين، ماشي، واحد انتهى وجاري التجديد، وان شاء الله المزرعه دي فيها غير مرخص وجاري يعني هيمشي في اجراءات الترخيص ان شاء الله رب العالمين. هذا البرنامج برعايه لو سمحت، عندي دفعة بكرة وعايز أحصنها من إينوفال. حاضر يا فندم، تحت أمرك. شكرا يا دكتور، الدفعة وصلت وكله تمام. إيفاس، حماية بامتياز.